ما بيها فاخيرا الله يحفظك الله يحفظك شكرا الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه الخروج ديالك اليوم بغيت نقول انا من لا 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 بليتيني الخروج ديالك شكرا لكم كاملين شكرا ديال خليكم صفر خلينا نمشيو صفر انا كلمه احنا مازالين في الباب الحبس مشكل كنا عاوزين نرجعوا لا نشكر صاحب الجلاله على هذا العفو الكريم وتنتمنى واسفي واعتذاري كذلك لكل من تضرر من هذا الملف من قريب او بعيد واشكر عائلتي وفي مقدمتهم زوجتي والاطفال والهيئه المحامين واتمنى ان نعيش جميعا في مغرب في كنف الحريه وتحت سقف القانون وشكرا لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.